نبي وملك في نفس الوقت، ربنا اداله اللي ما ادهوش لحد، حكم الانس والجن والحيوانات والطيور والارض كلها كانت بتعمل له حساب. النبي سليمان عليه السلام، يا ترى ايه ابرز المواقف في حياته وازاي كان بيحكم بين الناس؟ يلا نشوف. المعلومات اللي هتتقال في الفيديو ده ممكن يكون في ناس كتير جدا عارفينها، بس الهدف من الفيديو ان يوصل للناس اللي مش عارفين، فلو انت بالفعل عارف المعلومات دي انشرها وخلي غيرك يستفيد. نبدأ الحكاية من عند سيدنا داود عليه السلام. داود هو ابو سليمان عليهما السلام، ربنا اداله الحكم والنبوة، وكان احب الصيام لربنا صيام داود، واحب الصلاة لربنا صلاة داود، لانه كان بيصوم يوم ويوم لا، وينام نص ساعات الليل ويقوم يصلي. ومن النعم اللي ربنا انعم عليه بيها هي انه اداله صوت جميل جدا، لدرجة انه لما كان بيرتل الزبور كانت بتسبح معاه الطيور والجبال. وكمان ربنا انعم عليه بتعليمه حاجة مهمة جدا، وهي الدروع بتاعة الحرب. داود عليه السلام هو اول من صنع الدروع المعدنية، ربنا اداله القدرة على تشكيل المعدن، وصنع منه حاجات مفيدة للناس. وداود عليه السلام بقى ملك لما قتل جالوت. جالوت كان ملك ظالم جه يحارب قوم سيدنا داود، فلما داود قتل جالوت الناس مالت لداود وحبته وبقى ملك وبقى يحكم بين الناس. بعد كده ربنا انعم على داود ووهبه سليمان، وربنا قال عن سليمان انه نعم العبد. تخيل مالك الملك بيقول عن عبد من عباده انه نعم العبد، سبحان الله. وقال برضو على داود ان هو نعم العبد. كبر سليمان وشاف والده كان بيحكم ازاي بين الناس، لغاية ما حصل موقف كده ظهرت فيه حكمة سليمان. ايه هو؟ راح لداود راجلين بينهم مشكلة وعايزينه يحكم بينهم. المشكلة كانت ان في واحد عنده ارض زرعها وواحد عنده غنم، الغنم راحت اكلت الزرع ده بالليل، فطبعا كانت مشكلة وعايزين داود يقول لهم الامر يتحل ازاي. فامر سيدنا داود بان الغنم تبقى من حق صاحب الارض اللي الغنم اكلوا زرعها، وده عقابا لاصحاب الغنم انهم فرطوا ومحافظوش عليها. فالنبي سليمان سمع الموضوع وسمع الحكم، فاستأذن والده انه يقول رأيه في المسألة دي، فأذن لوالده فقال ان الغنم تفضل بس عند صاحب الارض ينتفع من البانها وصوفها وخلفتها لغاية ما صاحب الغنم يزرع له الارض تاني وترجع زي ما كانت، وساعتها ياخد الغنم بتوعه وصاحب الارض يكون مخسرش حاجة ورجع له زرعه زي ما كان. فرجح داود الحكم ده وامر بيه، وده قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الانبياء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما، صدق الله العظيم. النبي داود كان شديد الغيرة على بيته، كان لما يخرج لازم الابواب كلها تتقفل ومفيش اي حد يدخل على اهله الا لما يرجع هو. وفي يوم خرج وقفل الابواب، فزوجته وهي في البيت لقت راجل واقف كده في نص البيت وما تكلمش، فندهت لباقي أهل البيت وسألتهم إزاي الراجل ده دخل والأبواب مقفولة، وقالت له والله لا أعرف داود. وبعتت لداود عليه السلام، فجه على البيت دخل لقى الراجل واقف في نص البيت، فداود سأله أنت مين؟ فالراجل جاوبه جواب محدش كان يتصوره، قال له أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء. فداود عرف فورا مين الراجل ده وجاي البيت ليه، قال له أنت والله ملك الموت فمرحبا بأمر الله. فقبض ملك الموت روحه وانتشر الخبر، والناس كانت في حالة حزن شديدة جدا لأنهم كانوا بيحبوه بشكل كبير. تاني يوم الصبح الناس اتجمعت عشان الدفن، وكان الجو حر والشمس شديدة، فطلبوا من سليمان انه يشوف طريقة تحميهم من الشمس، فأمر سليمان الطيور انها تحمي الناس من الشمس، وبالفعل الطيور اتجمعت وأجنحتهم اتشبكت فوق الناس كمظلة ضخمة في منظر رهيب، لدرجة ان في ناس كانت هتتخنق، فقالوا لسليمان انهم مش عارفين يتنفسوا، فامر الطيور تعمل المظلة دي من ناحية الشمس بس وتسيب مكان فاضي علشان الناس تتنفس منه. وهنا ظهر للناس مدى قدرة سليمان، وكانت دي اول ايات ملكه. قال سليمان للناس انه بيفهم لغة الطيور، وان ربنا فتح عليه كل شيء من امور الدنيا، وشكر ربنا على الفضل ده، ورث سليمان الملك. وفي عهده المملكة كبرت وبقت اقوى، وبقى عنده جيش رهيب من كل حاجة، انس وطيور وحيوانات، نقدر نقول ان ده الجيش اللي يتقال عليه لا يقهر. لكن برغم قوته ونفوذه وحكمه كان دايما الخير والرحمة في قلبه. يعني مرة وهو ماشي بالجيش بتاعه سمع نملة خايفة جدا منه ومن جيشه انهم يموتوهم وهم مش واخدين بالهم،
النملة نادت لباقي النمل وقالت لهم ادخلوا بيوتكم بسرعة علشان سليمان وجيشه جايين وممكن يدوسونا من غير ما يشوفوا. فلما سمع الكلام ده ابتسم لانه عرف قد ايه ربنا اداله قدرات ومميزات وقوة ما ادهمش لحد قبل كده. كان معروف برضو عن سيدنا سليمان انه بيحب الخيل جدا، فكان بيهتم بيهم وينظم بيهم عروض لانه كان بيحب يتفرج عليهم وبرضو كتدريب للمعارك. المهم في يوم كان بيتفرج على الخيل وعد عليه وقت الصلاة وانشغل بالخيل لغاية ما الشمس غربت، فزعل جدا انه فاته ميعاد الصلاة واعترف انه حب الخيل لدرجة انها ضيعت عليه وقت الصلاة، فقال رجعوا الخيل عندي. وهنا اختلف العلماء في تفسير الآية دي، فمنهم اللي قال انه ذبح الخيل دي وتصدق بلحومها، ومنهم اللي قال انه مسح عليهم بإيده وقعد يستغفر ربنا، ورجحوا ان التفسير الأول هو الأقوى والله أعلم. في يوم من الأيام ربنا أراد انه يختبر سليمان، فأصابه بمرض شبه الشلل كده، ما يعرفش يتحرك خالص، يعني قاعد على الكرسي بتاعه كأنه جسد بس، والله أعلم مدة المرض ده كانت قد إيه، لكن طول الفترة دي سليمان فضل متمسك بإيمانه وفعلا نجح في اختبار. ولما ربنا رد ليه صحته دعاه سليمان انه يغفر ليه ويديله ملك محدش ممكن يحصل عليه من بعده، وكان واثق من ان ربنا كريم ووهاب وقادر على كل شيء. وفعلا ربنا استجاب ليه واداله امكانية التحكم في الريح، يقدر يحركها زي ما اراد، وسخر ليه الجن والشياطين كمان يكونوا في خدمته، يعني منهم اللي بيعرف يبني وعنده فن المعمار، ومنهم اللي بيغوص في البحر ويستخرج منه اي حاجة سليمان ارادها، وحاجات تانية كتير في خدمة سليمان ومملكته العظيمة. واي حد من الجن والشياطين كان يفكر بس يتمرد على سليمان كان ربنا بيعذبه عذاب شديد. المملكة كبرت جدا وملك سليمان اشتد وبقى تقريبا قادر على حكم الارض كلها. ربنا اوحاله ان ده كله عطاء من عنده وانه اداله الصلاحية يأمر وينهى ويعطي ويمسك بغير حساب، وذكروا ربنا انه يشكره على فضله ونعمه عليه. وفعلا سليمان كان عبد شاكر لله وحريص دايما على رضاه. في يوم خرج سليمان لمكان معين في الارض، المكان ده ما كانش فيه مية، فسأل عن الهدهد ما لقاهوش، فتوعد الهدهد بالتعذيب أو الذبح لو ما كانش معاه حجة قوية لسبب غيابه ده. بس خلينا نقف عند سؤال مهم، إيه علاقة الهدهد بالمية؟ وليه تفسير الآية دي رابط بين الهدهد والبحث عن المية؟ شوف اللي ورد عن ابن عباس في تفسير الآية دي إن الهدهد عنده القدرة على معرفة أماكن المية بالظبط حتى لو كانت تحت الأرض، فعلشان كده سليمان استدعاه. طيب هل في دليل علمي على الكلام ده؟ الحقيقة في تفسير علمي، مثلا في عصرنا الحالي في ناس بتهتم بدراسة الطيور وسلوكها وقدراتها ووسائل دفاعها وهكذا، واكتشفوا فعلا ان الهدهد عنده القدرة على معرفة المياه الجوفية فين. في موقع فرنسي اسمه وازو داش بيردز، الموقع ده قائم على دراسة الطيور بشكل دقيق، قالوا فيه ان الهدهد عنده القدرة على معرفة اماكن المياه الجوفية عن طريق فحص التربة بمنقاره. هتلاقي لينك الموقع في صادر تحت الفيديو علشان لو حد حابب يتأكد بنفسه. المهم بعد شوية رجع الهدهد لسليمان وقال له فعلا حجة مقنعة لغيابه، قال له انه كان في سبأ وشاف هناك ملكة هي وقومها بيعبدوا الشمس، والملكة دي عندها عرش عظيم وجيشهم قوي جدا، لكن الشيطان ضلهم عن عبادة ربنا. فسليمان قال له هنشوف بتقول الحقيقة ولا بتكذب، خد الرسالة دي ارميها لهم وامشي فورا وهنشوف هيردوا بايه. وفعلا راح الهدهد رملها الرسالة. طبعا لما شافت هدهد جاي بيرملها رسالة ويمشي فورا استغربت جدا، ده معناه ان الامر غريب، ازاي هدهد يعمل كده وبامر مين؟ فراحت على طول تعرض الامر على مستشاريها وحكت لهم اللي حصل وقرأت لهم الرسالة، كان مكتوب فيها انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فطبعا الرسالة كانت واضحة للجميع، في واحد اسمه سليمان على عقيدة غير عقيدتهم بيقول لهم بمنتهى الثقة اخضعوا الأوامري واستسلموا وأمنوا بربي. فقالت لهم أنا مش باخد قرار إلا لما بستشيركم الأول، عايزة تسمع رأيهم عشان تعرف تكون قرار صحيح. فقالوا لها إحنا جيشنا قوي جدا ومستعد لأي حرب، لكن القرار ليكي في الآخر. ففكرت بالعقل كده، رسالة جاية من هدهد واللي بعتها بيتكلم بالثقة دي، الأمر فيه مجازفة كبيرة جدا. فقالت لهم إن الملوك لما بيدخلوا قرية بيدمروها وبيذلوا أهلها، وهي مش عايزة ده يحصل. ورجحت فكرة تانية وهي إنها تبعت لسليمان هدية وتشوف اللي هيرجع ده شاف إيه هناك، شكل الجيش قدراته وهكذا، كأنها عملية استخباراتية. وفعلا بعتت لسليمان هدية، فطبعا أيا كانت الهدية دي أنت متخيل واحد عنده الملك ده هيبص
هتبص لأي حاجة تانية أو هيتفتن بيها؟ طبعا لأ. فلما وصلته الهدية قال لهم انتوا بتدوني مال، كأنه اعتبرها رشوة للتغافل عنهم مثلا، وقال لهم ده اللي ربنا ادهولي أفضل بكتير من اللي عندكم، الهدية دي تفرحوا بيها انتوا. وغضب طبعا وقال للمرسال بتاعهم ارجع وقول لهم هنجلهم بجنود ما يقدروش عليها وهنخرجهم من مملكتهم بشكل مهين. طبعا سليمان كان عارف انهم مستحيل يدخلوا مع حرب، خصوصا بعد ما يرجع المرسال بتاعهم ويحكي لهم عن اللي شافه وانهم حتما هيستسلموا وهيجوا لحد عنده. بعد ما المرسال مشي سليمان سأل كل اللي حواليه، قال لهم مين يقدر يجيب لي العرش بتاعها قبل ما يوصلوا؟ فرد عليه عفريت من الجن وقال له انا اقدر اجيبه قبل ما تقوم من مكانك ده، واقدر احافظ عليه ويوصل سليم. فسكت سليمان واستنى حد تاني يقول يمكن في حد قدراته أكبر من كده أو أسرع. فلما محدش رد اتكلم سليمان وقال للعفريت أنا أجيبه قبل ما عينك ترمش، وده لأن سليمان كان يعرف اسم الله الأعظم اللي لو دعاه بيه بيستجيب، ولأن مفيش حد في مملكة سليمان أعلم منه. وفعلا في لحظة كان العرش قدامه، وساعتها سليمان نسب القدرة لله مش لنفسه وشكر ربنا على فضله العظيم، وده تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله. وهنا أمر سليمان جنوده إنهم يغيروا شكل العرش بتاعها، كان عايز يعرف مدى ذكائها ودقة ملاحظتها، هل هتعرف إن ده العرش بتاعها ولا لا؟ كأنه كان عايز يعرف إيه الطريقة الأنسب ليها لدعوتها لعبادة ربنا. وفعلا بعد وقت قصير جدا وصلت الملكة ودخلت مملكة سليمان، شافت فيها مدى قدرة سليمان ومدى سيطرته على كل حاجة، لغاية ما وصلت عند العرش بتاعها فسألها هل عرشك بالشكل ده؟ فردت رد بين إنها عندها حكمة، قالت كأنه هو، يعني ما نفتش إن هو، وبرضه في نفس الوقت ما أكدتش، كأن في شيء في قناعتها بيقول لها إن ممكن يكون هو ده العرش، لأنها طبعا عرفت قدرات سليمان. وهنا سليمان قرر ينتقل بيها للمرحلة التانية، وهي إثبات خطأها في العقيدة، وحب يعرفها إن الشمس عبارة عن مخلوق فيه زيه مخلوقات كتير بل أكبر منه كمان، وإن هي المفروض تعبد اللي خلق كل الحاجات دي زي عقيدة سليمان. فاللي حصل كالآتي، ده تفسير أحد العلماء هتلاقوه بالتفصيل في المصادر. سليمان دخلها مكان كده الأرض بتاعته كأنها مية وبتتحرك، وكأن بيتحرك فيها حاجات، فهي افتكرت ان دي مية فعلا، ولما حبت تعدي منها شمرت هدومها عشان ما تتبلش، فقال لها ان دي مش مية، ده ازاز مصنوع بشكل معين بتقنية معينة لهدف ما، وهو رصد الكواكب وعلم الفلك، كأنها عدسة ضخمة جدا وبتعكس صورة الأجرام السماوية على الأرض زي التلسكوبات في عصرنا ده. فلما دققت النظر في الإزاز ده شافت الحقيقة الكاملة، شافت إن الشمس في نجوم غيرها كتير، وعرفت إن الشمس مش هي أكبر حاجة ولا كانت تستحق العبادة أصلا. وساعتها الحكمة اللي عندها وذكائها أهلوها إن هي تقتنع تماما بعقيدة سليمان، وقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والطريف في الموضوع ده إنها فضلت محتفظة بكبريائها كملكة، يعني ما قالتش آمنت بسليمان أو نسبت اقتناعها وخضوعها لسليمان، لأ، هي قالت وأسلمت مع سليمان، يعني ساوت نفسها بيه وأعلنت الخضوع لله مش لسليمان. واختلف العلماء على حقيقة زواج سليمان من بلقيس ملكة سبأ، والله أعلم. طيب نهاية ملك سليمان كانت ازاي وايه اللي حصل بالظبط؟ اخر يوم في حياته كان مكلف الجن باعمال شاقة، فضلوا شغالين فيها وقعدوا يبصوا بشكل خفي كده هل سليمان بيراقبهم ولا لا. هو كان متكئ على العصا اللي معاه، لكن كان توفى وهو على الحال ده، والجن طبعا ما يعرفوش ان هو توفى، ففضلوا شغالين لغاية ما في كائنات في الارض اكلت العصا اللي هو متكئ عليها، فسقط على الارض عليه السلام. وساعتها الجن ادركوا انه توفى، وادركوا انهم لو كانوا يعرفوا الغيب زي ما بيدعوا ما كانوش فضلوا شغالين بالشكل ده بعد وفاة سليمان. حزن الناس على وفاته جدا، ومن بعده محدش امتلك اي حاجة من قدراته اللي ربنا كان مديها له. لكن الشياطين أضلوا الناس وقالوا لهم إن ممكن أي حد يبقى زي سليمان. إزاي؟ قالوا للناس إن سليمان كان ساحر، وإن السحر ده علم ممكن أي حد يتعلمه، وهو علم موجود من زمان من قبل سليمان حتى، وإنهم عارفين طريقته وممكن يعلموه للناس لو حابين ده. وبالفعل في ناس صدقت الكلام ده واتفتنت، وبدأوا يتعلموا من الشياطين كيفية السحر ويستخدموه في الأذى والشر، لأنه بالفعل هو ده طريقه الوحيد. لكن ربنا برأ سليمان في الآية دي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. صدق الله العظيم. سليمان عليه السلام عمره ما استخدم سحر ولا عمره سعى في أذى حد أو أي نوع من أنواع الشر، بالعكس هو كان نعمة لعبد ربنا، وده بشهادة ربنا نفسه سبحانه وتعالى. وكمان ربنا قال إن سليمان ليه خير الجزاء والمكانة، وكمان من المقربين عنده يوم القيامة، عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأزكى السلام. قصة سليمان عليه السلام فيها عبرة للبشر جميعا، ان مهما بلغت قوتك ونفوذك وسيطرتك اوعى تتفتن بده، وخليك دايما خاضع لله مستسلم لإرادته وأوامره هو وحده، لان زي ما هو قادر على العطاء قادر برضو على السلب. فشكرك دايما لنعمه وفضله هينفعك ويزيدك انت، وهيخلي كرمه عليك مستمر في الدنيا واكبر واعظم كمان في الاخرة ان شاء الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الآخر لو عجبك الشرح ما تنساش تعمل لايك للصفحة وسبسكرايب لليوتيوب، هتلاقي فيهم مواضيع كتير مهمة ومفيدة وهتنفعك إن شاء الله. سلام.